السلام عليكم مشاهدي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الوصفه بالدجاج، كتجي خفيفه وزوينه. دجاج الزيتون، عندي هنايا البصله مفرومه مع الزيت العاديه وزيت الزيتون. غادي نزيد عليها الطرف ديال الدجاج نرجع معكم. هنا درت الدجاج حيدت ليه الجلده وزدت عليه القزبور والمعدنوس مفرومين، ودرت الملحه والبصله وزيت الزيتون وزيت المائده. غادي نزيد عليهم العطريه حيت كنخلط كلشي خطره وحده، لا سهل. من بعد هذه شويه القرفه، عندي شويه القرفه، الضمد الزعفران الحر، العطريه هذه مرزيه ديال الدجاج، شويه البزار، الحرقوم، سكنجبير، هذه الثومه محكوكه، وهذا السمن حار. كندير كلشي خطره وحده، نحرك ونزيد عليهم البابه ديال الحامض المصير. دابا غادي نزيد عليهم شويه الماء، نحرك كلشي ونديرو فوق النار طيب. دابا هذيك العطريه والدجاج زدت عليهم الماء وخليتهم غير يتشحروا شويه، تشحر هذا الدجاج مع البصله. دابا نزيد عليه الماء الكافي ونخليه يطيب، ما يتشحروش بزاف، وكنزيد عليه الماء في الاول. الدجاج غير كيطيب. دابا الدجاج طاب وكنقلي الفريت، غادي نرف فوق الفريت. دابا الدجاج طاب وهنايا كنقلي البطاطا كي درت فيها الفريت، غادي نرفق به الدجاج. وملي كيتجيب الدجاج كيجي على هذا الشكل هذا، وغادي نحط عليه الفريت. وهذا كيجي معاه حتى البيض المسلوق، اللي بغا يرفق الى مع البيض المسلوق راه كيجي فيه زوين. وهذا هو الطبق ديالنا، كنتمنى يعجبكم، راه كاين الجي جديد بهذه الطريقه هذه، يجي جديد ودغيا كيوجد. ولا عجبتكم هاد الوصفه ديروا لي لايك وشاركوا معايا في القناه، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.